القانون وتتبع المخالفين، ولكن في نطاق احترام التفرقة بين السلطات واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. نتيجة لما تقدم، من المهم أن نؤكد أننا نتفهم رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها جهة مقررة. تعلمون كلكم أن القرار اللاحق بالمملكة السعودية وبالسفارة هي قرار الفاتحة، وأنه من الطبيعي أن كل شخص يتطلب مهما كان من حقه أن ينزعج من حكم صادر أخذ فيه باعتبار ظروف التخفيف وكان كما قلت لكم مخفف. لكن في نفس الوقت نحن على يقين أن علاقتنا مع أصدقائنا من مختلف دول العالم الداعمين لثورتنا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتأثر ببعض الأحداث العابرة. نؤكد أيضا أن ردود الأفعال على اختلافها ومهما كانت مصادرها لا يجب أن تفهم بأكثر من كونها تعبيرا عن رأي، ولا يمكن أن تتحول إلى تدخل في الشأن القضائي أو المس ما يستقبله. يؤكد كذلك أن ممارسة العمل القضائي لا تكون في معزل عن محيطه الاجتماعي، فأن تلتزم السلطة التنفيذية بعدم التدخل في شؤون العمل القضائي لا يكفي بمفرده لضمان استقلال الفرد. فلا بد إذن من إقرار وجود مؤثرات مختلفة، من أهمها محاولات التأثير على السير الطبيعي للمؤسسة القضائية فيما يتعلق بممارسة العمل القضائي، وذلك بمحاولة التأثير بأوجه شتى بالفرد على المؤسسة القضائية، سواء من خلال الرأي العام أو من خلال الإعلام أو من خلال التهديدات المباشرة المسلطة على القضاة، والذين تتابع وزارة العدل وضعهم بكل اهتمام بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. سنقول كذلك أن هذه المؤثرات لا يجب أن تكون داعما للاستسلام. يجب الاقتناع بأن القضاء ليس مقدسا يفضي إلى ضرورة بقائه بعيدا عن التجاربات، وأن يكون سلطة في الدولة لا سلطة خارج الدولة. أخيرا أقول أن استقرار القضاء قائم على وعي من السلطة القضائية بمسؤولياتها في البناء الديمقراطي تبعا لما لها من